شو لو حايد ها؟ جيت لها اليوم واسمع يا سيدي. يا أم لحتايت ولا لوح. برجو ليا وراني صاحبي. غزل لك فيش عزق روحه وسروي له شامية صحان لا؟ لا تقرويت. تي خدمة كي الزفت جايبين علينا الماء. شنيا جايبين علينا الماء؟ تي مالك سيكيريتي؟ اي سيكيريتي نعسلك على أختك. الله الله الله. أختي هموها برجلها صاحبي. ابكي على أختك شافها وين سهرة البارح. شناوة تو ولاد حمر يا أخي مش قاعد تشوف فيه تجلطم. شناهي معناها أنت تو لبستنا ربع قماش تولي تستابندا معناها أنت يز 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 يا ولاد حمر شناوة حسام يزي تاع توفك علينا تو هكا قطع لي توني نتاع الخدمة باش نمشي نهار ثاني بتوني مقطعة أنا والله ما نقطعك يزي بركة يا الحوت أنا نمشي ونقدوها يزي مفتوح الباب يا حل باب يا فتح يا ولد مفيد حل اش فما حل لنا برسمك دقايق حاجتنا بيك لاباس 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 عاجبك توا هكا بمريقل يا حسين ما بشي حل لاباس اش فما الولاد حل لنا برسمك الحانوت وخد منك الماكينة يا حسين سوريتو نتاع الخدمه تقطع توا حكمتكم عليا استرجل عادي يفتوح ولاد حمره يا ودي غدوه نحل لكم يا اخي نورمال الراجل مازال كيشد خدمه تحبوا غدوه يصبح بطال اسمعني فتح من بعد ما نحبكش تجي تتيتم والحكايه هذه نحبك توشمها لهنا باهي ها انت ولا قلت لنا اش تخدم ترانسبورتور دو فون شناهي معناها انا المسؤول على الفلوس اللي تهزهم الكاميون اي وين تهز تهزهم للبنك برسمك وين باش تهز اي برشا فلوس يا ولدي الفلوس باش كاير تجي تحسبهم تقلب معناها انت تحب تفسر لي بالبدنة باهي تزف الفلوس باش كاير صحابي العباد قداش تزيد فيه يا ودي مانيش وحدي معايا الحاكم مونتي جونغ ويدور معايا بسلاح تسخيلها سهله الحكايه انت ياك تعبر قداش يخلصوا فيك شنيا ما قلت تهز في الفلوس باش كاير قداش يخلصوا فيك ايش قداش يخلصوا فيه اقل حاجه دايره سوق في 3 ملاي نعم يا ولدي نخلص 430 ومعهم 3 زياب وقالوا لي بعد عامين باش نرسموك ونجم ناخو قرض معناها تلسف الفلوس باش كاير وتخلص 430 دينار ايش بيك؟ شنو هي الحكايه اللي نسمع فيها في الحومه؟ اكيد شنو الزاد؟ شال الحومه بالله ما يخليه حد رايد كل مره مطلعين علي حكايه برجوليه كان واحد يهز من اخيه اش بيك تخمرت؟ يشوف العباد كيف تحكي علي وانت كيف جاي تحكي معي اش قلت لك انا اش يحكيوا عليك؟ تي ما فهم شيء مقاينا ندبر في راسي وما نهبل مد يدي لحد يا ودي نحكي لك على فتحي تيرزي جاي تشكى منك قال لي هدينا علي عقاب الليل يمين اش تحبنا نعمله بالله خليه صاحبنا مازال كيشد خدمه الدنيا نتاعو تقطع يختحب ويصبح بطال شكون هو صاحبكم؟ تي حسام ولد اللص ولا يخدم سيكيوريتي وحكاية تدبير الراس هذي شنين؟ تي حد شي عندي زوز ظروف في وقت ما نتكيفهم بعد اسمع رد بالك تعمل حاجة قراب مانيش نقصين مشاكل غفاص نعم بو النهار اللي جا فيه جلال ولد حليمه يقول جورج بيار غفاص صح تي الراجل ولا يبات هون يا جمله يا ودي بفلوسهم ولا البيار شاريه نشير وزيد بناء على الثاني انا كتربحني ونربحك والحكايه هذوكم كل خويا عديتهم توا نقري دروس خصوصيه ربع وجمعه من 6 ل 8 نجم تقيد عند خوك اطومومو اش قال ولد موفيد اش بيك يا وتك تك بشوفها صاحبي ونشدك في طرح باش نفلقك كيفو ما عينيش صفا يا اخي اش بيك ربط بهمك معاه هاي طالع طرح على 50 الجاي باش بالشاب بالشاب هاي تاكسي الجاي يا خويا بايتون يا خويا صفا في مخاخكم اش بيك فما شكون في الحومة مازال ما سمعش لي احنا مبراكيو في التاكسيات. شبيك برهو خويا؟ في بالك معلم كان يفيقوا بينا ويشدونا تعدينا تكوين عصابة على 50 60 ألف.
ما يجوش حاق الخوف باش يجيبها لي العزوزه للحبس. برسم لك شنو الفرق بين الحبس وها سيفي اللي عايشين. انت تحكي بجد؟ هي بالرسمي هو شنو هي الفرق بين واحد تو في السيفيل ولا واحد في الحبس؟ لا لا بين التفرق فرق. شنو هي الفرق؟ البنات. البنات؟ وين تري فيهم البنات؟ أبار ربيع هذاك كبران سقيفة يمكن موهر أكثر منه. وعلاش بينا احنا مانيش قاعدين نخالطوا في بنات؟ خالطوا في بنات ساعتي بالذات لازمك تسكت. أنت أبار ريسبتور تاع داركم البنات اللي تفرج فيهم هذوكم في التلفزة مع عمري ما ريتكم على الطفل. بنات. يا ودي عادي راهو السيدة هذايا نهار ياخذ تلقاه از ريسبتور يكتب علي في الصديق وزيد يهز معاه زوز قصاع شهود. تضحكوا على رواحكم. مش بيك ود مفيد عاد تو نعمل صاحبي جوينو ترجع زايد كيفنا وتنحي التقرات الجمله اذا كحد كيف نبدا من التيقر نعمل جوان تتمشى بها في لافينو ولا نسوق ميكانيك بلاش اوراق وماني خبافي حتى في خاف لي يقدم هيلي الحاك ولا تلقيني ركش في الحومه مع الرقاص. شكون الرقاص؟ سامحنا خويا متغشش عاد الرقاص اللي كيف خس ابراهيم خرجوا ياسي شبيه صباح الولاد ما صار شيء وخيان نفدك يعني ايه عملت له كيك الراجل يا ودي اختاك من الراجل مش تركزوا معايا كيف نحكي معاكم وليه عايشين عيشة كلاب ما عنا شيء وقت اللي الريسك شنو هو يشدنا الحاك يدغرونا ولاد الحومه الفوقاني من بعد شنو هي خريطة تشكبوا علينا ساترين في جاريتها؟ ما نفهمني هذه ما عندنا شيء ما عندنا شيء، علاش نقعدوا نعوضوا فيها؟ ايش تحبنا نعمل؟ نحيوا لك شم السماء؟ انت ما عندنا شيء ما نجم نفكوا كل شيء. حسين بالخدمة نتاعو جديد جاب لنا فرصة العمر. يا عجبك شيء تو؟ تو هذه رجل ندور على ولد حومتنا على 400,000 شهرية؟ يحل مخك عاد، يدي حسين جاب لنا خيط، خيط ذهب. واه من انت بدات تهرب بيك ها؟ برسا منكم تنجموا تفهموني فاش قاعدين تحكيوا؟ شاي ود مفيد خج يا لا عركة صارت مش تعمل منها حكاية مش مدخل حسين إبراهيم يا حبيب براكي حسين هو يز في الفلوس شنو إبراهيم ما تقوليش دبل بيوز قاعد يخرج ما هوش يخرج هذيك هاي يا ودي نبراكو تاكسي صفرة فيها شوفير كان طارت عنده زرنات في عايش خوي حكاية أما نبراكو كاميونة بلنديم لغمة بالحاكم حكاية أخرى تكتلها وخيط لحال يا تك تكتلها يرحم والديك بس يا صافي الحكايه هذاك اللي حابيكم تفهموه معنا مش نيه خايفين داخلين في الربح خارجين من الخسار كان باش تفاول باش تفاول علينا الكل كان ما مشيتش باش نكملوا السيفي اللي عايشين الولاد يا نعيش وعيشه فل يا نموت الناس الكل دوبل بي كلامه مش غالط رأي كفاية البرنامج دنيا تلزينا غيرك سات علينا الظروف وبنادم ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمة ما عاد تشوف وبنادم ملهوف يا دنيا يزينا حنن القلب علينا وروف كان تعمل معروف يزي ما قاسينا غير نشوفوا الايام الزينة خبينا الدمعة في تبسيمة وقلنا غدوة يجينا نهار جديد قلنا غدوة عيد وتفرح اللميمة وخطوة مستقبلنا مش بعيد وما تتمدليت والفقر مش جريمة حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا يا مو يا مليالي في الظلمة بقينا يا دنيا يزينا يزي مقاسينا يا دنيا تلزينا ربي الحاكم فيك وفينا يا ما بالرجل مشينا ولد نمرة غالب ومغلوب مش لي معطي جيوب ذكرى نتحبينا
يا ما ثابت فينا كلوب وذوبنا كلوب والحاضر ماضينا والمستقبل ما يخبي العيوب غير يا بنادم توب وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا يا دنيا تلزينا والكلوب بتاع ماما عاد تشوف خبينا الدمعة في تبسينا كيفك سد علينا الظروف يا دنيا يزينا وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا